باش نحكيو على موضوع مهم على مستوى دولي وعلى مستوى وطني، لانه اكيد باش يكون له تاثيرات ونفهموا هذا باكثر تفصيل، الا وهو موضوع الارتفاع في اسعار الحبوب على مستوى دولي بعد انسحاب روسيا من الاتفاق الخاص بالحبوب. الارتفاع وصل الى نسبة 8.2%، هو اعلى ارتفاع منذ انطلاق الحرب الروسية الاوكرانية. معنا مباشرة استاذ الاقتصاد وزير التجارة الاسبق سي محسن حسن. صباح النور سي محسن، اهلا وسهلا. صباح الخير، صباح الخير السادة المستمعين، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم. مرحبا بك سي محسن. انسحاب روسي من الاتفاق نعم الخاص بالقمح، على اثر الانسحاب هذا تقريبا الى حدود اليوم نسبة الارتفاع توصل 8.2%، هي اعلى نسبة ارتفاع تشهدها اسعار القمح منذ بدء الحرب الروسية الاوكرانية. مع هذا هاني باش نسوق بعض المعطيات على مستوى وطني ونخلي لكم بعض التعليق على هذا. تقريبا نعم استهلاكنا الوطني من الحبوب 34 مليون قنطار، متوقع وانه في عام السنة ننجو 5.4 مليون قنطار، منها 2 مليون قنطار ممكن اللي هي يتم تجميعها، 500 ألف قنطار باش تمشي خلينا نقولوا كمخزون استراتيجي، تقريبا فما 1.5 مليون إلى 2 قنطار باش تكون بذور. معناتها برمجنا شراءات نتاع 2 ملايين قنطار اخرين، البقيه تقريبا في حدود 30 مليون قنطار ما زلت ما نعرفوش اليوم ترصدت لها الفلوس وموجوده باش نشريوها ولا لا. في ظل الارتفاع هذا نتاع الاسعار، شنو اللي باش يكون تاثيره على الوضع في تونس وامن الغذائي نتاع التوانسه؟ بارك الله فيك مرة أخرى على الاستضافة. هو كما ذكرت سيادتك في التقديم، يعني تونس استورد تقريبا 90% من الاستهلاك المحلي من الحبوب، كنقول حبوب يعني قمح لين، قمح صلب وكذلك شعير. طبعا تعرف السنة وأنه بفعل الجفاف تقريبا تونس خسرت ما يزيد عن 80% من المساحات المزروعة، وهذا السبب اللي يخلي حاجياتنا لاستيراد كميات من الحبوب تتجاوز المعمول به وتتجاوز المعدل اللي هي كما قلت تمثل تقريبا 90% من الاستهلاك. السنة عام 2023 تقريبا 4 باجيت على 5 يكون الفرينة متاعهم مستوردة من الخارج، يعني القمح اللين اللي نصنع به الباجيت مستورد من الخارج، يعني 4 باجيت على 5 استيرادهم يتم من الخارج، وهذا في الحقيقة يخلي الأمن الغذائي مهدد ويخلي انتظامية التزويد تكون صعيبة، خاصة في ظل الوضع المالي اللي تعيشه الدولة التونسية، وكذلك في ظل الاضطراب والصراعات في منطقة حوض البحر الأسود اللي لربما التأثير نتاعها ازداد حدة مؤخرا بعد عدم التوصل إلى اتفاق فيما يخص يعني نقل الحبوب. أعتقد أنه يعني الزيادة في أسعار الحبوب بأكثر من 8% باش تكون عندها تداعيات سلبية على تزويد تونس بالحبوب، خاصة في ظل وضعية ديوان الحبوب اللي هو نعرف أن ديوان الحبوب اللي هو المؤسسة العمومية المكلفة باستيراد الحبوب يعرف وضعية مالية صعبة وصعبة جدا. آخر الأرقام المحينة تقول أنه قائم قروض ديوان الحبوب لدى البنك الوطني الفلاحي تقريبا 4.7 مليار دينار، وهو يعني مستوى خطير جدا من التدين. والسبب البسيط هو أن الدولة التونسية ما قامتش بالإيفاء بتعهداتها تجاه ديوان الحبوب، ديوان الحبوب اللي يستورد الحبوب بأسعار ويقوم بتوزيعها بأسعار أقل من الكلفة من أسعار الكلفة، ومن المفروض أن الدولة التونسية تقوم بدعم ديوان الحبوب بما يسمى بالسيفونسيون ديكيليبر، يعني منحة التوازنات، لأن الدولة ما قايمش قاعدة تقوم به بطريقة منتظمة، والأمر هذا أدى إلى أن ديوان الحبوب ما عادش عنده قدرة كاملة وما عادش عنده الإمكانيات حتى يقوم باستيراد حاجياتنا من الحبوب بطريقة منتظمة،
وايضا ادى الى عدم انتظاميه التزويد، ولربما التوابير اللي قاعدين نشوفوا بها امام يعني المخابز اللي باش ياخذوا الخبز، يعني تاكدوا انه فعلا عندنا مشكل على مستوى انتظاميه التزويد بالحبوب. نذكر المنظومه اللي منظومه الحبوب، وانه ديوان الحبوب يقوم بالاستيراد، استيراد الحبوب، القمح اللين، القمح الصلب، وكذلك الشعير، ثم يقوم بتوزيع الحبوب هذه على المطاحن وفق حصص معروفة مسبقا. المطاحن بدورها تقوم ب يعني تحويل الحبوب إلى فرينة وما إلى غير ذلك، وتوزيعه على المخابز وفق حصص كذلك معروفة. وبالتالي المشكل الأساسي في عدم انتظامية التزويد هو النقص في التزويد بالحبوب في اعتقادي، بسبب يعني الوضع المالي لديوان الحبوب ووضع المالية العمومية بصفة عامة. ولكن ما يلزمش نبالغ في الأمر هذا. صحيح وأنه 66% من واردات تونس من الحبوب هي دي من منطقة البحر الأسود، أي أوكرانيا وروسيا وبلدان اللي في منطقة البحر الأسود، ولكن الحاجة اللي ربما اللي طمن شويه، وانه في تونس ديوان الحبوب يعني التجأ الى مصادر اخرى للتزويد على غرار الارجنتين، الاوروغواي، بلغاريا، رومانيا، هذا بالنسبه للقمح اللين، وفرنسا بالنسبه للقمح الشعير. انا اعتقد انه هالارتفاع بتاع الاسعار باش تكون عنده تداعيات سلبيه على وضعيه ديوان الحبوب، ولكن اذا وفرنا الامكانيات الماليه فانه التزويد ما نتصورش يشكل مشكل كبير، باعتبار وجود مصادر اخرى للتزويد كما ذكرتها الان. المشكل الاساسي هو وضعيه المالية العمومية. اليوم رصيدنا من العملة الصعبة وإمكانيتنا من العملة الصعبة هي موجهة أساسا لسداد خدمة الدين، وهذا نفهموه للحفاظ على مصداقية تونس، للحفاظ على إيفائنا بتعهداتنا الخارجية في مجال خدمة الدين. ولكن ما يتبقى لنا من رصيد من العملة الصعبة ومن إمكانية بالعملة الصعبة، وما يعني ووضعية المالية العمومية ما تمكنش من تحقيق انتظامية التزويد بالحبوب وبالأدوية وبكل المواد اللي تحتكر الدولة استيرادها وتوزيعها. إذا أعتقد وأنه تونس الآن مطالبة باتخاذ إجراءات عملية، مطالبة بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي. اليوم الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، راهو بلد يشهد توابير للحصول على مواد أساسية غذائية أساسية، يعني هذا مؤشر سلبي جدا على الاستقرار الاجتماعي وعلى الامن الغذائي. اليوم يلزم ننتبهوا في تونس وانه مساله الامن الغذائي وتحقيقها راهو ضروري جدا، وهالامر هذا يتطلب على المدى القصير توفير الامكانيات الماليه بالعمله الصعبه، وقيام الدوله بواجبها تجاه ديوان الحبوب وديوان التجاره وديوان الزيت بصفه عامه، حتى يتمكنوا من استيراد حاجياتنا ويتمكنوا من يعني تجاوز المشكل الكبير اللي هو ارتفاع الأسعار العالمية. وفي الأثناء أعتقد أن الدولة التونسية مطالبة بإيجاد حلول أخرى، مطالبين باش نعيد النظر في السياسة الفلاحية، مطالبين باش نعيد النظر في مسألة مياه الري وتشجيع الإنتاج الفلاحي وتعسير المنظومات الفلاحية ومراجعة طرق تمويل القطاع الفلاحي ومراجعة صغر المستغلات الفلاحية وتشجيع تجميع الفلاحين. أعتقد أنه لابد من حلول تتخذ على أعلى مستوى حتى نتمكن من إنقاذ القطاع الفلاحي، ونتمكن من بناء رؤية لتحقيق الأمن الغذائي، ونتمكن من تحقيق حاجياتنا الأساسية، خاصة من مواد كما الحبوب أو غيرها من المواد الأساسية اللي تواجدها وانتظام التزويد بها نعتبره مهم جدا لتحقيق الأمن الغذائي ولتحقيق الاستقرار الاجتماعي. الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري، لذلك لابد أن ننتبه جيدا إلى هذه المسألة. سي محسن، انشأتك الرأي في اللي تقول فيه، يبقى ثم سؤال في اليوم الاشكال المادي بالاساس اللي قاعد نفهم فيه، معناتها الارتفاع نتاع اسعار الحبوب في العالم يقابلوا، ثم عندنا اشكال على مستوى الانتاج الوطني لهنا، ما يخلق انه
كما كنت تشير معناتها بالارقام والنسب، تقريبا 90% من الاستهلاك نتاعنا من الحبوب باش نستوردوه. اذا كان انا سؤالي العمليه كيف تصير؟ اسكو فما دي بريفيزيون يتحطوا على مدى؟ انا نعرف روحي استهلاكي الوطني 34 مليون قنطار، نعرف روحي عندي تقريبا منهم 4 مليون قنطار وباش نستورد 30 مليون قنطار. اسكو نعمل دي بريفيزيون نقول انا 30 مليون قنطار باش نستوردهم على عام كامل؟ لا موين نتاع القنطار هاو هاو شنو يسومو، دونك ينجم يزيد ينجم ينقص بهذه النسبة. هذا اللي يصير، وإلا عاملين حسابنا فيه؟ مانيش عاملين، كيف تصير العملية؟ هاو اليوم حارب وارتفعت الأسعار. هو الحاجة الأولى، احنا المعطيات عندنا 90% من استهلاكنا يقع استيراده، يعني كما قلنا 4 باجيت على 5 باجيت نستوردوا مكوناتهم، وهذا خطير جدا. كيف نعرف توزيع الاستهلاك؟ عنا تقريبا 1 مليون طن شعير، الباقي 2.4 بين قمح لين وقمح صلب. الحاجة اللي معمول بها، وأنه ديوان الحبوب يقوم بوضع برنامج شراءات على كامل السنة. برنامج الشراءات يأخذ بعين الاعتبار مخزون استراتيجي، ولكن المشكل أين يكمن؟ المشكل يكمن في تجسيم برنامج الشراءات. يلوم الوضعية المالية لديوان الحبوب وعدم قدرته على التداين من القطاع البنكي، عدم قدرة ديوان الحبوب على الشراء. الدولة دينت من القطاع البنكي سي محسن، ذكروا لي ثم قالت بالعملة الصعبة تقريبا ب 418 مليون دينار. نعم. من بالعملة الصعبة تم اقتراضهم من البنوك المحلية باش نشريو بها من البنك الافريقي للتنمية ومن دول الاتحاد الاوروبي لتمويل شراءاتنا من الحبوب، ولكن هذا يبقى دائما غير كافي، باعتبار انه كما قلت نستورد سنة 90% من حاجياتنا، وباعتبار ايضا ارتفاع الاسعار، وديوان الحبوب ديما يقعد في حاجة الى دعم مالي حتى يتمكن من توفير ومن تمويل شراءاتنا من الخارج. طبعا قلت ديوان الحبوب يضع برنامج الشراءات. تو التوجه الجديد في ظل الصراعات الموجوده حول البحر الاسود، وأن ديوان الحبوب يتوجه الى مصادر اخرى خلاف لمناطق البحر الاسود اللي كنا نستورد منها 66% من حاجياتنا. المزودين الجدد كما الارجنتين، الاوروغواي، بلغاريا، رومانيا، وكذلك فرنسا بالنسبه للشعير، هذوما نجموا نتزودوا منهم، الكميات موجوده، الوفرة موجودة على مستوى السوق العالمية، ولكن الأساس هو توفير الإمكانيات المالية. اليوم لابد أنه نعمل على توفير الإمكانيات المالية، سواء كان الأمر بالتداين، ولا غالب إذا كان إمكانياتنا ما تسمحش أنه نمول الشراءات، لابد أنه نتوجه إلى المؤسسات المالية حتى نتمكن من الحصول على قروض لتمويل شراءاتنا. اليوم الأمن الغذائي، تحقيق انتظامية التزويد ضرورة قصوى حتى وإن كانت بالتداين الخارجي، في انتظار كما قلت تكون عندنا رؤية للأمن الغذائي، في انتظار أنه نلقى حلول لمسألة ندرة الإنتاج، ونعمل على تحقيق الحد الأدنى المطلوب من إنتاجنا من خلال توفير الإنتاج، من خلال توفير طاقات للتخزين أكثر، لأنه اليوم عندنا مشكلة نتاع التخزين. عندنا مشكل، ما احناش قادرين باش نحقق مخزون استراتيجي بالكميات المطلوبة نظرا للوضعية المالية، نظرا كذلك لضعف اللوجستي في مجال تخزين الحبوب. عندنا ايضا مساله المساحات المزروعه، لابد انه يكون في استعمال التقنيه الحديثه وللميكنه المطلوبه حتى نوسع من قطاعات من المساحات المزروعه. تطوير مردوديه صناعه الحبوب، هذا يتم من خلال استعمال مياه الري، من خلال المدوات، من خلال استعمال بذور ممتاز مجربة وتكون عندها مردودية أيضا، يعني وهذا مرتبط بقرارات أخرى كما مسألة
تمويل القطاع الفلاحي، كما مسألة المستغلات الفلاحية، كما أيضا الأراضي الدولية. اليوم عندنا آلاف الهكتارات من الأراضي الدولية من المفروض أن هي تكون المصدر الأساسي لتحقيق الأمن الغذائي. للأسف الشديد اليوم الأراضي الفلاحية والأراضي الدولية ما هيش مستغلة بالشكل الكافي، ولا بد من إعادة النظر في مسألة ليزاسانفيديا، شركات الأحياء الفلاحية، التنمية والأحياء الفلاحية. الشركات هذه للأسف الشديد اليوم إذا كانت عند القطاع الخاص أو القطاع العام ما هيش مساهمة بالشكل المطلوب في تحقيق الأمن الغذائي، لذلك لابد من إعادة النظر في دورها وإيجاد آلية أخرى حتى تساهم في الدورة في تحقيق الأمن الغذائي. على كل حال أعتقد أنه اليوم المشكل في تونس هو مشكل مالية عمومية بالأساس، ما هوش مشكل نقص تزويد على المستوى العالمي. صحيح وأنه الترفيه في الأسعار باش تكون عنده تداعيات سلبية جدا على المالية العمومية بحكم ارتفاع حاجياتنا من التوريد، ولكن هذه معطيات السوق، ولا بد أنه نتحوط وناخذ الحلول حتى الحد من تأثيرها السلبي على التوانسة ونحقق انتظامية التزويد. اليوم مع الحكومة مطالبة بشتى الطرق أن توفر حاجياتنا الأساسية من الحبوب ومن الزيت ومن السكر ومن القهوة، ونلقاو حلول أخرى. أنا ضد أن الدولة تواصل احتكارها لهذه المواد الاستراتيجية. اليوم الدولة هو دورها تعديلي، دولة من المفروض أن تكون هولدينغ ديتا، مؤسسة عمومية كبرى بخلال تجميع ديوان الحبوب وديوان التجارة وديوان الزيت، يقع تجميعه في هيكل واحد يكون عنده دور تحقيق التوازن على مستوى العرض والطلب وتحقيق وتكوين مخزون استراتيجي من هذه المواد الأساسية، لكن بدون أن الدولة تحتكر توريد المواد هذه. 2023 من غير المقبول أن الدولة تواصل احتكار استيراد القهوة، من غير المقبول أن الدولة تواصل احتكار استيراد السكر وكذلك الحبوب. نخلي القطاع الخاص يستورد والدولة تقعد هي الرقيب، هي المراقب، هي المحقق لتوازن العرض والطلب من خلال تكوين مخزون استراتيجي ومتابعة السوق حتى ما نقعش في ربما يعني نقص في الانتظامية التزويد. واضح، شكرا لك سي محسن حسن وزير التجارة الأسبق وأستاذ الاقتصاد، يعطيك الصحة على كل ما قدمتونا من قراءة لما يحدث اليوم في العالم. ارتفاع لأسعار الحبوب ب 8.2% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد علينا روسيا انسحابها من الاتفاق الخاص بالحبوب بنقل الحبوب. التأثير هذا على مستوى دولي وعلى تونس، كنتوا تسمعوا وتنجموا تعودوا تسمعوا حوارنا مع أستاذ الاقتصاد وزير التجارة الأسبق سيد محسن أحسن. احنا مازلنا نواصل معكم فاصل قصير وراجعين مواصلة حواراتنا.